بتحن للذكريات بتاع زمان، كلنا مفتقدين ايام زمان. عشان كده احنا عملنا بوجي وطمطم وخطوطه واي شخصيه كانت لها تاثير في المصريين، احنا بنقرر ان احنا نعملها. قررنا ان احنا نعمل عيله اسمها عيله الحكايين، تخصصت في فن اسعاد الناس، بنلف المحافظات كلها. لفينا، رحنا السويس، رحنا اسكندريه، رحنا بورسعيد، رحنا اسماعيليه، ولسه هنكمل بقيه المدن والمحافظات بتاعه مصر. ازيك يا فتوته؟ الحمد لله بخير، كل سنه وحضرتك طيبه ورمضان سعيد خير عليك يا رب. قولي ليه اخترت شخصية فطوطة؟ شخصية جميلة جدا بحبها من زمان، كنت بقعد اتفرج على بوجي وطمطم وفطوطة، فلما كبرت ربنا كرمني بتجسيد الشخصيات، اول شخصية اخترتها هي شخصية فطوطة. عرفنا رسم الابتسامة في قلوب الناس، زي ما قلت لحضرتك في ظل الظروف الصعبة اللي كلنا بنمر بيها الناس محتاجة تفرح. بودي كلمة لكل مسؤولين، حد يغديني ابو ايديكم. اول ما شفتهم رجعنا ولفينا ورحنا اتصورنا معاهم. احنا متابعينكم من ميامي على البحر، شفنا بوجي وطمطم وفطوطه بصحة ما ضيناش نقوم. يلا كله تشيخ. تعالوا نشوف النهارده هنفرح على اسكندريه ازاي. الشخصيه اللي لابسه طربوش احمر ده شخصيه عامه عندنا اسمه الشيخ حافظ سلامه. احنا قررنا ان احنا نجسد الشخصيه على هيئه شخصيه كرتونيه للأخلاق. اخترعنا مادة جديدة اسمها مادة السعادة. مادة السعادة دي اللي هيدرسها مستر همام اللي هو مجسد شخصيته. انا اكتر حاجة جميلة بتسعد الناس ان رسم الضحك على وشوشهم، ودي حاجة صعبة جدا يعني. كانت فكرة صغيرة والحمد لله ربنا كرمنا لحد لما كبرناها، وبمساعدة ده أهل السويس. أكثر محافظة حسيت فيها بتجاوب من الناس؟ بتجاوب اسكندرية. الناس عارفاك في الشارع؟ والله ناس كتير بتمشي تقول لي أمشكشك أمشكشك وتجري ورايا ومشلح الجلابية وأجري أعمل إيه يعني؟ سمورة حبيبتي كل سنة وأنت طيبة، ودوري مي فتوتة زولا مي سمورة، وأنا أنا مين يا حبايبي؟ أحلى عيلة في البلد دي هي عيلة الحكايين. الدم اللي فينا في أي حتة معروفين. شريفة عم شكشك لما يضحك يملى كل الدنيا نور.